أنا بقى ودخول العالم الآخر وخلف الزجاج نرى ونقيم ونفكر ونتحدث، بالنسبة لك كانت إيه البداية أو الانطلاقة اللي هي مش بنقول بداية الدخول ولكن الانطلاقة الحقيقية بالنسبة لك اللي جت بيها بعدها عروض وحاجات بالشكل ده؟ يعني بصي، انا يعني انا شخص، لا يعني انا ازعم ان انا خجول وما بقدرش اكلم حد على اني اشتغل، وممكن اقعد سنين لو بيتي حتى ما فيهوش يعني ما اقدرش اقول لحد انا عايز فكرة اشتغل. عزة النفس أو الاعتداد بالذات. وجربت كذا مره حكايه ان اروح اماكن دي، واكتشفت انها لحد كبير مهينه قوي، يعني حكايه انك تقف تختار يعني. بس فعشان كده كنت دايما انا رفضت سنين، قعدت اشتغل في المسرح لانه بيعوضني. رفضت سنين فكرة إني أعمل المشهد وبعدين قلت طب يعني ما أنا أعمل مشهد ومشهدين، إيه المشكلة يعني؟ يعني كنت رافض فكرة إنك تعمل مشهد واحد أو مشهدين في عمل. أعملهم، بس ما كانش دايما حتى بيدوك المشاهد اللي ليها تأثيرها. وأنا من كتر ما كنت عازف عن الحكاية دي وبخاف منها فما كنتش بروح، إلى أن قررت أقبل حكاية مشهد ومشهدين دي. فشافوا إن في تميز، يعني في أنت بتقول مشهد ومشهدين بس بيبقوا كويسين، إلى أن جه الفيلم بتاع لا مؤاخذة بتاع الأستاذ عمرو سلام. هي دي المساحه الحقيقيه اللي انا عملتها في السينما. طبعا بدات بفيلم كليفت اللي ما اتشافش، ده كان بطولتي انا وباسم سمره واحنا لسه صغيرين يعني. لكن الانطلاقه الحقيقيه اللي حصلت بعد فيلم كليفتي. الاستاذه كامله ابو ذكري كانت بتتفرج على الفيلم وخرجت قالت انا عايزه الراجل ده. بعدها عملت سجن النساء في السنه دي، كانت سنه كويسه قوي، هي اعتقد 2012 أو. عملت سجن النساء وعملت دهشه مع الاستاذ يحيى الفخراني، فيمكن دي كانت النقله بجد يعني.